بعيداً عن السجلات الصغيرة وتصفية الحسابات السياسية، مين قادر اليوم على إدارة الأزمة؟ ما تنسى صرنا سنوات منجيب الفاشلين. ليش الدولة عاجزة ولمصلحة مين الانهيار الكامل؟ وشو هي الخطوات المطلوبة للحد من الخسائر بكل بيت لبناني؟ الكل له دور، ولكن كمان الكل بده يدفع ثمن هيدا الانهيار. إدارة الأزمة عنوان الحلقة الأولى من نفس جديد، وضيوف الحلقة مها يحيى وناصر ياسين.